صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 34 لسنة 2017 بالتصديق على بروتوكول تعديل المادة 50 ألف من اتفاقية الطيران المدني الدولي وبروتوكول تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي جاء فيه المادة الأولى صدق على بروتوكول تعديل المادة 50 ألف من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 6 من أكتوبر 2016 والمرافق لهذا المرسوم بروتوكول تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 6 من أكتوبر 2016 والمرافق لهذا المرسوم المادة الثانية على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ احكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه